بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين، والطب بنا يا ربنا في كل وقت وحين، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. قال الإمام رضي الله عنه قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ويستعجلونك بالعذاب، قال: قال ناس من جهلتي هذه الأمة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال: من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال: ما طول ذلك اليوم على ما طول ذلك ما طول ذلك اليوم على المؤمن إلا كما بين الأولى والعصر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، فقد مضى منها 6000. وأخرج ابن أبي الدنيا في الأمل عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وجعل أجل الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم السابع، فقد مضت 6 الأيام وأنتم في اليوم السابع، فمثل ذلك مثل الحامل إذا دخلت في شهرها ففي أي ساعة ولدت كان تماما. وأخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المسلمين بنصف يوم. قيل: وما نصف اليوم؟ قال: 500 عام. وتلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأخرج ابن جرير وابن مردوية من طريق ضمير بن نهار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم.
قلت وما مقدار نصف يوم؟ قال أو ما تقرأ القرآن؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ضمير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. وتلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأخرج الإمام البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فانصرف قبل أن يفرغ منها قال كان له قيراط، فإن انتظر حتى يفرغ منها قال كان له قيراطان، والقيراط مثل أحد في ميزانه يوم القيامة. ثم قال ابن عباس: حق لعظمة ربنا أن يكون قيراطه مثل أحد، ويومه كألف سنة. وأخرج ابن عدي والديلمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها 7 أيام من أيام الآخرة، وذلك قول الله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرضي قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهي الجنة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ معاجزين في كل القرآن يعني بألف، وقال مشاقين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله معاجزين قال مراغمين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقرأ: والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني مثبطين. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه كان يعجب من الذين يقرؤون هذه الآية: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال: ليس معاجزين من كلام العرب، إنما هي معجزين يعني مثبطين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى: في آياتنا معاجزين، قال: مبطئين يبطئون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال: كذبوا بآيات الله وظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين قال: إن فيما أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، فنسخت محدث والمحدثون صاحب ياسين ولقمان وهو من آل فرعون وصاحب موسى. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل. وأخرج عبد بن حميد من طريق السدي رحمه الله عن أبي صالح قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: إن ذكر آلهتنا بخير ذكرنا آلهة بخير. قال: ألقى الشيطان في أمنيته: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فقال المشركون: إن ذكرنا آلهتنا بخير ذكرنا آلهة بخير. فألقى الشيطان في أمنيته: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ إنهن لفي الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. قال: فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمنيته أن يسلم قومه. وأخرج البزار والطبراني وابن مردوية والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد ذكر آلهتنا. فجاءه جبريل فقال: اقرأ علي ما جئتك به. فقرأ: فرأيتم اللات والعزى
ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال: ما أتيتك بهذا؟ هذا من الشيطان. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلى آخر الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية بسند صحيح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، فلما بلغ هذا الموضع: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا، ثم جاءه جبريل عليه السلام بعد ذلك، قال: أعرض علي ما جئتك به. فلما بلغ قوله تلك الأغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال له جبريل: لم آتك بهذا، هذا من الشيطان. فأنزل الله تعالى: وما أنزلنا من قبلك من نبي ولا رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته. وأخرج ابن جرير وابن مردوية من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب فجعل يتلوها، فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير. فدنوا منه، فبينما هو يتلوها وهو يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى، ألقى الشيطان أن تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، فعلق يتلوها. فنزل جبريل فنسخها، ثم قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلى قوله حكيم. وأخرج ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريق أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ومن طريق سلمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وهو بمكة، فأتى على هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان على لسانه: إنهن الغرانيق العلا. فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق يونس عن ابن شهاب رحمه الله قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: إن شفاعتهن لترتجى. وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح المشركون بذلك، فقال: ألا إنما كان ذلك من الشيطان. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى،
ألقى الشيطان في أمنيته حتى بلغ عذاب يوم العقيم. مرسل صحيح الإسناد، والمرسل هو الذي سقط اسم الصاحبي منه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: لما أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكن لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنته ضلالتهم، فكان يتمنى كف أذاهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان عندها كلمات حيث ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب مشرك بمكة، وذلقت بها ألسنتهم، وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان، انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن موسى بن عقبة ولم يذكر ابن الشهاب، وأخرج الطبراني عن عروة مثله سواء، وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن محمد بن كعب القرضي ومحمد بن قيس قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش أهله، من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فيتفرقون عنه. فأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم بها، ثم مضى فقرأ السورة كلها، ثم سجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه ورضوا بما تكلم به. فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين الكلمتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل،
فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله نصيرا. فما زال مغموما مهموما من شأن الكلمتين حتى نزلت: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فسري عنه وطابت نفسه عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنزل عليه في آلهة العرب أنزل عليه في آلهة العرب فجعل يتلو فيجعل فجعل يتلو اللات والعزى ويكثر ترديدها، فسمعه أهل مكة وهو يذكر آلهتهم ففرحوا بذلك ودنوا يسمعون. فألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلى قوله حكيم. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية رضي الله عنه قال: قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ذكرت آلهتنا في قولك قعدنا معك، فإنه ليس معك إلا أراذل الناس وضعفاؤهم. فكانوا إذا رأونا عندك تحدث الناس بذلك فأتوك. فقام يصلي فقرأ والنجم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ومثلهن لا ينسى. فلما فرغ من ختم السورة سجد وسجد المسلمون والمشركون. فبلغ الحبشة أن الناس قد أسلموا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك، إلى قوله عذاب يوم عقيم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: نزلت سورة النجم بمكة، فقالت قريش: يا محمد، إنه يجالسك الفقراء والمساكين، ويأتيك الناس من أقطار الأرض، فإن ذكرت آلهتنا بخير جالسناك. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم. فلما أتى على هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: وهي الغرانيق العلا شفاعتهن ترتجى. فلما فرغ من السورة سجد وسجد المسلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص، فإنه أخذ كفا من تراب فسجد عليها وقال: قد آن لابن أبي كبشة أن يذكر آلهتنا بخير. فبلغ ذلك المسلمين الذين كانوا بالحبشة إن قريشا قد أسلمت، فأرادوا أن يقبلوا ذلك أن يقبلوا، واشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ما ألقى الشيطان على لسانه. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس، فألقى الشيطان على لسانه كلمة
فتكلم بها وتعلق بها المشركون عليه، فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فألقى الشيطان على لسانه ونعس: وإن شفاعتها لترتجى، وإنها لمع الغرانيق العلا. فحفظها المشركون، وأخبرهم الشيطان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأها، فذلك قد قرأها فذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدحر الله الشيطان ولقن نبيه حجته. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.